ماشي ابدا. احب اقول كلمتين بس، ان احنا في ايام ثوره 25 يناير كنا سيبنا بيوتنا واهالينا معرضين للخطر، وكنا شغالين في الشركه هنا 16 سنه. اه تمام. احنا كنا في ثوره 25 يناير كانت بيوتنا واهالينا معرضين للخطر وسبناهم، وكنا شغالين في الشركه هنا 16 ساعه عشان كنا بنحب الشركه وبنحب شغلنا. والمهندس سعيد منزل لنا كتاب بيشرح لنا في قصه حياته، ان هو راجل بدا صغير من 5 مكانات لحد لما وصلنا ل 300 ومش عارف كام مكنه كويس. هو حلمه كبير ان هم يوصلوا ل 800 نول. احنا لينا حلم زي المهندس سعيد، بس احنا حلمنا اصغر من المهندس سعيد بكتير قوي. احنا حلمنا نعلم عيالنا كويس، ناكلهم كويس، نشرب كويس، نلبسهم كويس. انا بحلم ان انا يوم 15 في الشهر يجي عليا ما مدش ايد استلم عشان اكمل الشهر. انا عمري لا حلمت اسكن على البحر ولا اركب عربيه. هو مفكر ان احنا طمعانين فيه، هم الناس اللي حوالين فاهمينه ان احنا طمعانين فيه. احنا عمرنا ما طمعنا في المهندس سعيد، بس المهندس سعيد لو بيدينا حقنا عمرنا ما كنا نقف الوقفه دي، بس هو ما بيدناش حقنا. عشان كده احنا واقفين وبنطالب بحقنا. واحنا طالبين من المسؤولين ان هم يسمعونا. مين هيسمعنا؟ بس وبشكرك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايف كده احنا واقفين ولا عايزين حد في حاجه والشركه شغاله. احنا بس بنطالب بحقنا اللي ضايع. ثالث يوم اهو وبنخلص هنا وبنخش شغلنا ثاني يوم عادي. مش مقصرين مع اي حد في حاجه في الشغل. الانتاج اليومين دول ازيد من اي والانتاج ده زايد عن اي يوم احنا شغالين وكنا بايتين في بيوتنا. بنبات وبنخش نشتغل نطلعه شغل احسن، واحنا جايين الصبح عادي. احنا كل اللي طالبينه طالبين مطالبنا بس، مطالبنا القانونيه. مش طالبين اه طمعين مش طمعانين في حاجه. خش باكله بس. تعالى يا شيخ رامي. الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللي انا عايز اقوله ان في مجمل القران عندما ذكر الله عز وجل لنا اصحاب الاموال الطائله اين مكانهم واين كانوا واين هم الان، فرعون قال انا ربكم الاعلى، وقال هذه الانهار تجري من تحتي وما علمت لكم من اله غيري، وقال لموسى اجعل لي صرحا لعلي اطلع على اله موسى. طبعا كل ده في القران الكريم. ونمط الظالمين دائما، نمط وسمت الظالمين دائما الغباء. فغباءه كفر بالله عز وجل، وغباءه وصله انه بقى في قاع البحر وهو بيستغيث. ما قالش استغيث بالله عز وجل، اغثني يا رب. قال اغثني موسى. قال بعض العلماء اغثني 70 مرة، ولو كان استغاث بالله لأغاثه. اين قارون الان كصاحب الاموال الطائلة؟ اعطاه الله عز وجل من الكنوز الكثيرة العظيمة. ثم بعد ذلك خرج على الناس في زينته، وتكبر على الناس، وافتخر بالناس بأمواله، وذهب بأمواله حتى خسف الله عز وجل به الأرض. فرسالة عظيمة لأبي المهندس سعيد أبونا، وسبب رزقنا الله عز وجل، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ولكنه هو سبب في رزقنا في هذا المكان. هو سبب المهندس سعيد إنه هو سبب إن ربنا جعله إن إحنا فاتحين بيوتنا كلها من غير المهندس سعيد. جزاه الله عنا خيرا. بنوجه له رسالة عظيمة، يا باش مهندس والله ولادك اللي قوموا الشركة دي بيحبوك ومعاك وإيديهم في إيديك. واوعى تسمع لكلام اي حد ظالم، اوعى تسمع للمفسدين الحاشية المفسدة الذين يعني يلغون علينا امرنا. مصانعك شغالة، شغلك شغال، انتاجك زايد، ربنا كرمك. اتق الله في مالك، اتق الله في اولادك. عسى الله عز وجل ان ينظر اليك نظرة رحمة، ان ينظر اليك نظرة ينجيك بها يوم القيامة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه،
وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يا آمنا، يا آمنا مع قبح الفعل منه، يا آمنا مع قبح الفعل منه. هل أخذت توقيع أمن من الله أنت تملكه؟ أخذت شيئين، أمنا واتباع هوى، وهذه في المرء إحداهما يهلكه. نعم أحبتي في الله، أوصل هذه الرسالة العظيمة للمهندس سعيد، أن يتقي الله فينا، أن يتقي الله في ماله، أن يتقي الله في أمواله، أن يتقي الله في أعماله. ستقف بين يدي ربك يوما وستسأل عن هذا المال، ستسأل عنا جميعا، سيسأل، والله سيسأل. وهذا يكفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد.